أهلا وسهلا فيكم في برنامج أحدث فرقان، معي أنا إلياس كسابري. رد الحياة قابل إيفت إسحاق عن طرق النجاح. إيفت، شو هي طرق النجاح؟ رود أوف سكسس مؤسسة خيرية بتساعد الناس الستات وبتساعد الأطفال وبتساعد المجتمع المسيحي اللي بيعاني في الشرق الأوسط والأقليات. إمتى بلشتي وليش بلشتي؟ بيكوز ربنا دعاني إني أعمل كده وكلمني بطريقة شخصية وقال لي أنا دعيتك عشان تكوني في التلفزيون، بس الناس مش عايزين يتفرجوا على نجم تلفزيوني، الناس عايزين يشوفوني بضيق عليهم بحبي وبعطفي وبحناني. شو هي مهمتك؟ إن أنا أساعد الستات والناس التعبانين إن هم يقفوا على رجليهم ويحسوا إن هم محبوبين ويحسوا هم مين وإن هم بنات وأولاد ملك الملوك ورب الأرباب، وبحاول أساعدهم بإني أخفف ألمهم بعلاجات نفسية وأخفف ألمهم بتعليم إنهم يتعلموا وإنهم يشوفوا أمل لبكرة. بنعمل مساعدات إنسانية كتيرة، بنبعت كونتينرز كتيرة، عندنا ميديكال ميشنز كتيرة بتروح وبتساعدهم ميديكلي في أماكن الحرب وفي أماكن التعب. بنروح العراق، بنروح أماكن في سوريا عشان نساعدهم ونقف معاهم ونقول لهم إن إلهكم مش سيبكم. هلا أنت هون في الأراضي المقدسة، شو بتسوي هون؟ في مؤتمر هنا هون في بيت لحم لمسيحي بيت لحم وناس من أماكن مختلفة من إسرائيل، كلهم بيتلموا حوالين الكريسماس في بيت لحم، وأجمل حاجة إنهم يتمتعوا بالكريسماس من مكان الكريسماس. هلا بتعملي مع المسيحيين المضطهدين؟ هل بيزداد اضطهاد للمسيحيين؟ أوي أوي أوي، أيوة للأسف للأسف. هل بنخسر مسيحيين في الشرق الأوسط؟ طبعا، لأنهم مش حاسين إن العالم واقف جنبهم أو حاسس بيهم أو حتى عارف عنهم. شو اللي بيغذي فقدان المسيحيين هون؟ المعاملة الوحشة، هم حاسين إنهم مش بيتقدروا، محطوط عليهم ضغوط رهيبة، لكن للأسف إن العالم مش قادر يشوف إن أمان البلد دي في وجود المسيحيين. المسيحيين هم اللي عندهم قلب للسلام وعايزين يعيشوا السلام، هم اللي عندهم الدي ان ايه بتاع ربنا في السلام، لان احنا مخلوقين على صورته، مخلوقين على صورته بحبه وبسلامه، فاحنا اللي اختبرنا كده كمسيحيين، احنا اللي نقدر ننشرها على الارض. لكن هم حاسين انهم محدش حتى يعرف ان في مسيحيين موجود في فلسطين، فاكرين ان كل الفلسطينيين مش مسيحيين وكلهم تيرورست، بس دي مش حقيقه. في مسيحيين قاعدين وحافظين الارض هنا في بيت لحم. هلا انت هون في بيت لحم، وبيت لحم عم تفقد مجتمع المسيحي، هل من المهم انه تكوني هون في بيت لحم لتشجيع الناس؟ طبعا طبعا، انا بشجعهم استحملوا، يسوع تعب، يسوع اتعذب علشان يحافظ علينا. خليكم في الأرض علشان الأرض دي أرض يسوع، دي الأرض اللي اتولد فيها، دي الأرض، الأرض اللي اختار إنه يجي فيها. إزاي نسيبها للعداء؟ إزاي نسيبها للضرب والقتل؟ إزاي نسيبها للدماء؟ إحنا اللي محافظين على السلام، إحنا صناع السلام. الإنسان المسيحي صانع سلام، وطوبى لصانع السلام. لو سيبنا المنطقة الحروب هتزيد والدم هيزيد والعذاب هيزيد وإبليس هيشتغل بكل قوته، لأن مش هيبقى فيها مسيحيين تقاوم إبليس. شو اللي بيزيد من الاضطهاد بين المسيحيين؟ طبعا في زيادة، لأن في أفكار خاطئة إن أنا لما أقتل المسيحي أنا هروح الجنة، والناس مش فاهمة وبتنجر ولا أكاذيب، أكاذيب مصنوعة في شكل سلوفان ديني يقول لهم هتروحوا السماء هتروحوا الجنة لو قتلتوا مسيحيين، لو عملتوا ريبسم، لو بهدلتوهم، لكن دي كلها أكاذيب، كلها أكاذيب ما فيهاش صحة، ولازم نكشف أكاذيب إبليس والعالم يعرف إن مش هيدخلك الجنة إنك تقتل مسيحي أو تضطهد مسيحي، اللي هيدخلك الجنة إنك تحب حب الإله، الله محبة. هل بتسمعي قصص رائعة بالرغم من الاضطهاد؟ طبعا
الله موجود في وسط الحرب، الله بيظهر نفسه لولاده، الله بيجيب الناس، بيحب الناس، بيدي رحمة للناس. سمعت قصة، كان في دكتور في حلب في سوريا، الدكتور ده حلم بيسوع بيقول له احفر ابار مية، فراح للكنيسة وقال لهم انا حلمت بكده امبارح، ده قبل الحرب قبل الضرب. فقالوا له انت بتتكلم بتقول ايه، ده حلب دي محطوطة في وسط المية، مش محتاجة مية، ما عندهاش اي شورتج في مية. فراح تاني يوم وحلم نفس الحلم، راح قال لهم، فقالوا له في حاجة غريبة هنا، لو حلمت الحلم ده مرتين لازم ناخد الموضوع بجدية شوية. تالت يوم حلم نفس الحلم، راح قال لهم، فقال لهم لو انتم مش هتقفوا معايا انا هحفر ابار المية اللي قال لي عليها 20 بئر مية. فراح حفرهم، لكن كلهم الكنائس وقفت معاه، والكنائس بكل طوايفها حفرت 20 ووتر والابار المية. بعديها دخل العدو، واول حاجة عملها حصرهم وقطع كل الريسورسز بتاعت المية، فما بقتش المية داخلة للبلد، لكن المية كانت الناس بتشربها من 20 بئر اللي المسيحيين حفروهم، وكانوا المسيحيين واقفين وبيشربوهم المية. في قصة تاني، واحد يزيدي روح بيته ما لقاش عيلته، وعنده بابا عمره 105 سنة، ففضل مستني 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 يرجعوا، اكتشف ان داعش جات وخدتهم ليه تقريبا 6 أشهر وما يسمعش عنهم حاجة، وقلبه كان وجعه وكان متضايق قوي، وهو معدي بيبص كده لقى مبنى منور وعليه صليب، فهم ان دي كنيسة، طلع ولقى ناس بتصلي، قال لهم ممكن تصلوا لي، لان حكى لهم حكايته ان بابايا عمره 105 سنة هو ومامتي وكل عيلتي اتخذوا وما عرفش عنهم حاجة. ابتدوا يصلوا معاه. في الليلة دي الراجل اللي عمره 105 سنة حلم بواحد لابس أبيض وجايله وقال له أنا اسمي نور العالم، وإنت بكرة الصبح بدري داعش هتطردك أنت وكل عيلتك من المكان ده، أقفوا على الطريق، ولما تقفوا على الطريق أبعت لكم فان، والفان دي هيكون فيها واحد هيوصلكم لغاية البيت. فتصحي وبيقول لمراته، مراته قالت له أنت بتتكلم بتقول إيه، ده احنا لينا هنا 6 أشهر وهنموت هنا. لكن الساعة 6 الصبح قام داعش وراحوا طردوهم ووقفوهم في الشارع في الصحراء، وقفوهم في وسط الصحراء. وبعدين مفيش دقيقتين جاء واحد راجل بالفان اخدهم وصلهم للبيت، بيتدوروا عشان يشكروه ولا لقوا الراجل ولا لقوا الفان، ربنا بعت ملاكه عشان ينقذهم. هلا انت مشتركة في عمل تلفزيوني، بتقدري تحكي لنا اكتر عن العمل التلفزيوني اللي بتقومي فيه؟ عندي برنامج في اسمه المرأة الفاضلة، وبرنامج اسمه من القلب للقلب، بيوزع على القناة الكارما. قناة الكارما قناة بتوصل رسالة المسيح ورسالة حب يسوع على كل لكل العالم اللي بيتكلم عربي في كل أنحاء العالم، وربنا باركني بالشرف ده وادهوني. هلا انت بتشتغلي مع النساء، شو نوع التغييرات اللي بدك تشوفيها للنساء في الشرق الأوسط؟ ان هم يعرفوا هويتهم، ان هم يتمسكوا بإيمانهم، ان هم يطردوا الخوف من حياتهم، وان هم يعتمدوا على نفسهم ويقفوا على رجليهم ويشجعوا أولادهم، عشان أولادهم دول أولاد بركة يرثوا الأرض بالبركة وبالسلام. ليش بتسوي اللي بتسويه؟ لأن ربنا دعاني أني أقوم بالعمل ده، وأنا قبلت أن أشاركه. هل بتحدثي فرق في المجتمع؟ متأكدة ما كانش ربنا هيخلينا كامل لما أنا مش بعمل فرق. شو هي صلاتك خاصة للمجتمع المسيحي في الشرق الأوسط؟ رحمة وعدل. بطلب أن كل المسيحيين في أنحاء العالم أنهم يعرفوا أن اليوم إخوات موجودين في الشرق الأوسط، وكل واحد فيهم يقول أنا هقف مع إخواتي، أنا مش هسيب إخواتي. المسيحية ابتدت في المنطقة دي، والمسيحية هتكمل لغاية ما يجي يسوع في المنطقة دي. هلا عندك موقع على الانترنت، شو عنوان الموقع الخاص فيك للأشخاص اللي بحبوا يعرفوا أكتر عن العمل اللي بتقومي فيه؟ مرأة فاضلة.org or mfاضلة
org باسم البرنامج المرأة الفاضلة. So M for مرأة فاضلة بقية الاسم mfadila.org. شكرا إيفيت وشكرا لإستماعكم لبرنامج أحدث فرقا معي أنا إلياس كسابري. وإنت شو بتعمل عشان تحدث فرق في مجتمعك؟